لما يجي يتكلم عشان اعض صباعي ده انت مش فاهمني عشان انت ما خدتش بالك ما ينفعش يبقى في خلفيه كده انت ما خدتش بالك لو كان اعض صباعي ده عض بس طب ثانيه عضني كده اعمل مقدمه بعديها هجيبكوا تاني تعالى كده انا هقول لك تيجي فجاه يعني. لسه هبتدي بس تعالى كده يا مينا بص بقى يا جدعان خفاش هيعض محدش يقول لي حرام اللي انت بتعمله في اخوك ده اولا كده مش حرام فيه هقول لكم ليه اول حاجه جاب 60,000 لايك وده مش اعلى فيديو هو اللي عمله جاب لايكات لا ده اعلى فيديو قناه كلها جاب لايكات يعني تمام خليتوش مات فيا احنا بقى عايزين نوصل الفيديو ده 65,000 لايك عشان المره دي برضه اعمل له حاجه مجنون واخدين بالكم انا لابس جوانتي اهو بصراحه جوانتيين فوق بعض عشان انا جايب له خفاش بيعض وجايب له خفاش كبير مش خفاش صغير يعني انا مش عارف امسكه قشطه انا جايب ناس تساعدني عشان امسكه انا مش عارف ازاي بصراحه اعمل مقلب وانا مش عارف امسك الخفاش لسه بنيجي نمسكه قام عض واحد فينا عضوا 3 عضات هوريكم لقطه دلوقتي للخفاش عشان تعرفوا الخفاش ده هيعمل ايه فروم بصه بسيطه بس نرجع تاني بصراحة انا بهتمش بحاجة اخويا خالص مرة حطيت له تمساح مرة دي خفاش مستغربش لما المرة الجاية تلاقيني حطيت له سفينة في البنطلون لو الفيديو ده وصل 65,000 لايك هحاول اعمل لكم مقلب اقوى من ده فروم هو في اقوى؟ وصلوا 65 في اخر الفيديو خالص او في اخر مقلب خالص هسيب الخفاش يطير من غير ما حد يمسكه واسيبه مع رامي في الاوضه بقى طب بصوا عشان تعرفوا ان انا قد ايه بعاني بسبب رامي وان انا هعمل فيه مقلب عادي خالص ده موبايل رامي هنفتح بصمه الوش عادي بص صوره عامله ازاي يعني ده منظر صوره ده شكل بني ادم ايه ده ايه ده ايه ده يعني ده كان بيحاول يعمل يقلد بسيط ده ولا ايه ده لما تتريق على اخوك وتنسى انه شبه واحده يمين واحده شمال طب ده لما يبقى واحد عايز يشوف طلع له شنب ولا لا ايه ده ايه ده حد يفهمني ايه ده مش كائن ده امير الاحزان اه يا حنان انا بعاني منه حرفيا بص اكلان عايز يقض في اي حاجه تخيلوا ان ده بقى هيعمل السليمه مع رامي يعني الاكلان اللي هو قاعد يقض فيه ده هيقض في رامي كده الغي الفيديو بصوا احنا مش عارفين الكلام ده هيتحط في انهي فيديو بس غالبا هيكون في فيديو الكبريت لو عرفنا نخلص المره اللي فاتت عشان الفيديو بتاع القنبله والكاميرا والحاجات المجنونه دي ما جابش لايكات كتير في اول يوم يبقى حاسس ان القناه فيها حاجه غريبه امي راجعها امي ادانا كوبي رايت على تاني فيديو نزلناه في حياتنا بس الغريب كمان ان هو ادانا على فيديو القنبله بتاع باب اللي هو من الكبريت قال لك ايه ده لا ده محتوى قليل الادب وحش تقييد بالفعل عمري فانا مش عارف ايه قله يا اسطى ما تفهم ايه قله الادب ان انت تولع كبريت فين قله الادب ان انا ولعت كبريت وات انت بتقول ايه فلو انت بتتفرج على الفيديو ده اعمل لايكات كتير لو عرفت تعمل شير شكرا جدا حاولوا شيروه ودوسوا له لايك على قد ما تقدروا حاولوا انشروا الفيديو عشان اليوتيوب ما يحسش ان في حاجه غريبه في القناه ويدينا الاسترايك التالت اول مره اشوفك بتتكلم بجد عادي شو علو بتكلم اول مره نبقى سوا لو بنتكلم جد اه ده انا بصراحه هسيبكم على الفيديو هو نام ولا ايه؟ حبيبي حلق عليه حلق عليه قبله حطينا انا على فكره البتاع ده لقيت بيعمل نفسه نايم بقول لما جه احاول اخليه يقعد دراما يقعدنا انا شفت فتح بقه ازاي؟ بص عنده ضافر فين؟ شفت عامل صوت ازاي؟ مش طايق الريحة وربنا ما طايق الريحة بص عمل ازاي؟ بص عمل اللي هو ايه؟ الحقوني فاش ده ارجف مني والله عنده شنب صورني معاه قبل يا ابني الكذب يا ابني ما تقفش فيا ايه فيش فيا الخفاش ده يا اخي والله بص بحط بقه يعني ما بحطش حاجه مش قادر بص ياخد نفسه نشغل
المروحة. خلاص خلاص نخش على المرحلة اللي بعدين. أنا زهقت. هي المرحلة دي مهمة. صاحبي فرنك ناحيتك كده وطلع رم. بس بس مفيش مكان. سيبي الواد يلعب. بص 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 مش طايق مش طايق. بص بيحاول يهرب. يا صاحبه جم. خلي بالك ها. هو بيحطني انا ليه؟ بيحط. الخفاش يغمى عليه. يغمى. قفش في الشعر قفش في الشعر. بالاسنان. ما تخش. رامي يا صاحبي دلوقتي عشان هو بارد مش راضي يسيب الخفاش على الطماسيه. رامي 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 يا رامي يا راجل. ايه يا ابني قوم رامي. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ولا فوق. بص فوق. بص جناحاته. ده خفاش. مجنون. ولا. ايه رايك؟ ده خفاش عسل. انت عملت بيه؟ عملت بيه؟ او عضك في حته. لا لا ولا ما بيعملش حاجه. ما تهزرش. بص بص ما تهزرش. هيموت هيموت عليك. طب ما تهزرش. انت عرفت. ما تهزرش. لا ولا تهزرش. ولا ما تهزرش بامان. ما بهزرش. ده مش هزار. ده اهو الكمبيوتر كان هيتكسر. كنت هتكسر الكمبيوتر. ما تهزرش في الحاجات دي. ده لو جه عليا ما تخليش اتعصب عليه. بس يلا 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 بيعضني بيعضني. ماليش دعوه. ما تهزرش. ربنا بيعضني. لو رميته مش هيطير صح؟ هيطير. طب خليك ماسكه بقى. راسي 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 ثانية. ما تسيبوش. راسي هتعب والله. هضربه بالكبريت. ياد راسي. تمام. السرير اتكسر. السرير اتكسر. الكمبيوتر كمان هيتكسر. وحركة كمان هتزعل. عشان ما بهزرش في الحاجات دي. هيموت عليك. انت جبت له بقى تقسيم قرب. والله بوظت له. ارميه يا عم. انا هرميه عليك. بص هيموت ويقعد اصلا. بص عامل ازاي؟ كيوت حته كيوت. طلعت على السرير. سامع صوته؟ لو طلعت على السرير هزعلك. زعلني. طب غور. بص بص غور يا عم مش ناقص اعرف بقى. بس ارجع بقى. ده حته خفاش. بص بص كيوت ازاي. بص مش انت بتصور وانت بتعمل مقلب؟ انا مش هتكلم. لما هو يقفل الكاميرا انا اوريك انا هعمل ايه. ماشي ادينا عادي مش هنفصل الكاميرا. معانا كاميرا هنا ومعانا كاميرا هنا والبطاريات مشحونه. بس انا مش هعمل حاجه. اديني قاعد عادي. انت بهدلتني. بص خليتني اعمل ازاي. بص الخفاش اغمى عليه. اغمى عليه والله. لا ما اغماش عليه. ما اغماش عليه. قفش فيا يا جدعان. والله والله قفش فيا. ولا 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 ما انت هتفتحوا الباب. هتفتحوا الباب وربنا هزعلولك. ولا لا سيب الحاجات دي. سيب الحاجات دي. هزعلولك. سيب الحاجات دي. هزعلولك. والله هزعلولك. يلاو يلاو. حد يقفش. يا بتعمل ايه يا استاذ جفاء؟ يا دي امي. انا خفت. طيروا تاني. طيار طيار ايه وربنا طالع. عيشوا بقى مع نفسهم. مش طيب بيت بيت. بس ايش طيب. استنى طيروا تاني. ايوه طيروا. بس بس يا
اخوي. اخويا البطل. انا حبيتك في الله. انت راجل. انت كل ده بتصور. ما تنسوش تعملوا لايك.